نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وقبل ما نروح للكابتن هاني عندنا كذا يعني حاجه كده عايزين نتكلم فيها. الحاجه الاولانيه ان صفحه الاتحاد الافريقي هنى النادي الاهلي على الاداء المشرف النهارده، وقال ان النادي الاهلي كان خير ممثل لافريقيا في مباراه اليوم، وتمنى للنادي الاهلي التوفيق في المباراه القادمه. في نفس الحكايه الدكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي قال ان علي معلول حس بتقل شويه في العضله الخلفيه ولذلك طلعناه، ومن بكره ان شاء الله هنبتدي الاجراءات العلاجيه لعلي معلول. الثالث حاجه يمكن مولر اللعيب الالماني منزل صوره على الصفحه بتاعته مع التيشيرت بتاع محمود كهربا ومتصور مع حمزه علاء اللي هو الحارس الثالث للنادي الاهلي، وقال ان النادي الاهلي قدم اداء مشرف النهارده.